السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله كمان بدي أساوي أكل بالبرغل، برغل بالفروج. مثل ما بتعرفوا الدنيا شتاء والبرغل كتير طيب بالشتاء. هلأ هون أول شي عندي كاستين برغل خشن، هذا هو البرغل. بازيلا كاسة بازيلا مفرزة، هاي البازيلا مشان هيك عليها بوز. مية فرنجي، هاي هي معلقتين مية فرنجي، ودبس فليفلة معلقة، صلصة بندورة، معجون فليفلة. وهدول المنكهات اللي بدي احطهم مع سلق الفروج هلا، وكاسة شاي بزيت الزيتون، وهذا الكرفس. الكرفس نحن بنقول له الكرات، بحلب بنقول له كرات، بس هون كرفس، يعني انا عم بلفظتكم اياها باللغه الفصحى مشان اللي ما بيعرفه، ما بدي اقول كرات مشان ما تقولوا اشي. وهذا شكلها هي هيك مقصوصه، هي بتجي هيك هيك، شايفين؟ بس هي مقصوصه هلا. واربع حبات من البندوره، بصل كبيره، وهون هاي الدبابيس اللي بدي اسلقها مغسوله منظفه كتير كويس، وهي المنكهات اللي نحطها للسلق، بصلة، عفوا ما قلت اشي، المنكهات، حب هيل، هذا هو الحب الهيل. وهون بالطنجرة عندي الدبابيس، انتو مثل ما بدكم بتحطوا الفروج اللي بتريدوه، القطعة اللي بتريد. وهون بالطنجرة الفروج مغسول ومنظف كتير كويس ومصفى طبعا. هاي بصلة، منكهات، حب هيل، كبش قرنفل، عود قرفة، حطهم مع السلق. الفروج مغسول بالملح والليمون وشوي من خل التفاح، يعني شي بسيط بنحط له خل التفاح وبعدين بنصفيه. وهلا حطيته على السلق. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا هون في ملاحظة، أنا هاي الأكلة بدي أساويها بالفرن، منشان هيك الفروج رح أسلقه نص سلقة بس، يعني مو سلقة كاملة. وهلا بنحط له الملح كمان، كنت رح انساه، شوية ملح. خلص، وهي الكراث اول شي، هذا طريقة فرمه هيك، نشيل هاي الدبة نقسمه هيك بالنص. انا هذا الساعة ما خسرته مشان هيك هلا ما رح اقسمه، نقسمه هيك بالنص لاخره مشان نفرمه ناعم. وهي رح اخذ منها بس شوي، بس هيك بس. طبعا بدي اعرقها انا، ورقه كله بيكون في تحته رمل، شايفين؟ شوفوا، عشان هيك انا بدي اخذ شقفه هيك. الباقي هذا بدي اكبه، هدول راح افرمه وافرم، اقشر للبندوره وافرمه ناعم كتير، والبصله نفس الشيء، وارجع لكم. هلا هيك الفروج انسلق، انكم شايفين هاي التبله بدي اتبل فيها الفروج. معلقه كبيره لبن، الزبادي يعني، دبس فليفله معلقه كبيره، رشه بهار صغيره، نص معلقه يعني صغيره بهار، وشويه زيت نباتي. بسم الله الرحمن الرحيم. خليكم هيك مع بعضهم. طبعا هي مرقه الفروج صفيتها انا بعد ما انسلق الفروج، صفيتها جهزتها مشان استعملها مع البرغل. طبعا الفروج هو عم ينسلق بنقش الزنخه ما بننساها، او الريم من على الوش. خلص هيك التبله صارت جاهزه. هلا من بعد ما بيبرد الفروج لازم يكون بارد، لاني ما بتمسك عليه التبله. بسم الله الرحمن الرحيم. نحطه نتبله هيك، نحن مشان وقت اللي هلا بنحطه بالفرن ياخذ لون، يطلع لونه كويس. هلا كل شيء صار جاهز، نبدا نحضر البرغل بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي البرغل، وهي كاسة زيت زيتون، اللي بده يستعمل زيت نباتي مثل ما بدكم، او تخلطوا نص بنص. والبصل مباشرة، طبعا انا شاعل النار على العيلي، ما بستنى ليحمى زيت الزيتون مشان ما ينحرق تروح الفائدة منه. مباشرة رأسا نحط زيت الزيتون والشي اللي بدنا نقليه بالزيت، إن كان بصل ثوم اللي هو. وبعد 4 دقايق تقريبا بنحط
الكراس. ضيقة بس، وبنحط المية الفرنجي والدبس فليفلة، يعني معجون البندورة أو صلصة البندورة ومعجون الفليفلة، بس هيك مشان طعمة التلبيس تروح، كمان لونه بيطلع كتير حلو لون البرغل. وهلأ بنحط البندورة المفرومة ناعم، أو إذا بدكم تطحنوها على المكسر او على الخلاط، بس هيك مفرومه بتعطي طعمه اطيب بهالاكله مثل ما بتحبوا. وهلا معلقه صغيره او نص معلقه صغيره بهار، هو 7 بهارات، وبنعدل الملح. لا تنسوا انه بالفروج بالسلق كمان حطينا ملح، يعني ميه الفروج اللي بدنا نستعملها فيها كمان ملح، عشان هيك انتبهوا. نغطيها ونتركها تقريبا 5 دقائق. هلا هيك طبعا انا غطيتها 5 دقائق. نحط البرغل. بسم الله الرحمن الرحيم. البرغل، في ناس عم تسالني ايش هو البرغل، يمكن من غير بلد يعني ما بيعرفوا البرغل ايش هو. هو حبوب القمح المسلوقه المجروشه، طبعا بيبقى مطحون لاحجام، يعني الخشن هو هذا أعلى درجة، هو هذا، وبيجي الوسط والناعم كتير هو اللي منقوله السماسمة، يكون كتير ناعم بنساوي فيه الكبة، وهذا هو الأعلى درجة الخشن اللي أكتر شي بصير فيه الطبخ المفلفل وهيك بهيك أكلات. هلأ بسم الله الرحمن الرحيم نحط البازيلا. هاي البازيلا مفرزة، أنا خصلتها، هي مستوية ما بدها، مشان هيك هلأ طفينا النار، بس هيك بكفي. هلأ أنا هذا البرغل، مشان الناس اللي بتقولي ما خصلتي البرغل، أنا بجيبه بكياس مختومة، كياس مختومة مباشرة على الطبخ، حتى تنقاي ما بده، يعني نظيف مكفول مغسول ومنقى. بس اللي بيجي بكياس عادية يعني مي مختومة، هو بده بنقيه طبعا أول شي وبعدين بنغسله. هلأ أي صينية موجودة عندكم للفرن، يعني ألمنيو كمان بتصير، بنحط البرغل مع التبلة اللي حطيناها كلها. بسم الله الرحمن الرحيم هيك بمده. هلا اللي بده بيحسن يطبخ هذا البرغل مثل ما انا سويت، هلا اخر مرحله، وبحط ميه الفروج فوقه، واذا ما في ميه فروج كمان مي عاديه، او اذا ميه الفروج ما كفيت مثل ما انا سويت زدت شويه مي من الحنفيه، يعني ما في مشكله. هلا بنصف الفروج مثل ما قلت لكم، تطبخوه بالطنجره للبرغل على الغاز، يعني ما في داعي للفرن اللي ما بده. والفروج بنصفه بصينية صغيرة بنحطه بالفرن بنحمره شوي، وهيك كمان بصير. بسم الله. وهلأ بسم الله الرحمن الرحيم نحط المي، نحاول هيك ننزلها بشويش. انا الفرن هلا عندي شعلت الفرن على درجة حرارة 200 من فوق ومن تحت، يعني بياخدوا تقريبا من 20 لـ25 دقيقة لبين ما البرغل يغب ميته. هلا لاحظوا الصينية اتملت بالمي، وانا لسه عندي مية البرغل ما خلصت العيار، لاني كل كاسة برغل بتاخد كاسة وثلاث ارباع مي، وانا البندوره اللي حطيتها كمان حسبتها كاسه، يعني نحسبها للبندوره ونعير المي، كل كاسه برغل كاسه وثلاث ارباع مي. هلا شعلت الفرن، بدي احطها بالفرن،
بس غبت شوي المي البرغل، برجع بغلق باقي المي لأخلصها كلها، هيك بيكون معيارها مظبوط. يعني هلا تقريبا 5 دقائق 10 دقائق بطلع عليه، بس غب المي برجع بزيد المي الباقي. وهي هلا الاكله، برغل بالفروج صارت جاهزه. ان شاء الله تعجبكم. اخذت معي بالفرن 25 دقيقه، طبعا ما غطيته، شايفين على هالمنظر، لو تشموا الريحه لسه ما دقته، بس الفروج استوى كتير كويس، شايفين شلون تحمر. حطيته على الرف النص صيني، طبعا مثل ما قلت لكم شغلنا من فوق ومن تحت، وان شاء الله يا رب تعجبكم، جربوها ما رح تندموا. فعلا منظومة كتير، ناكل جنبها لبن بخيار، سلطة، مخلل، رائعة. واذا عجبتكم لا تنسوني بالاشتراك ولايك وتعليق هيك حلو مثلكم، ولو سمحتوا تشتركوا بقناة ابني علي مقدم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.